السلام عليكم يا عكابير، ان شاء الله تكونوا بصحة وخير وعافية، انت وعيالكم واهلكم واحبابكم. كيف الجميع؟ ان شاء الله بخير. كيف الجو عندكم باوروبا؟ ان شاء الله يكون منيح. هلا احنا من يومين ثلاثة كان في برد، برد نظامي، واليوم ها له يومين ما شاء الله الجو ممتاز ماشي حاله، شمس تعرفوا كل شوي شكل. هاي الصيفية ابدا احنا ما تهنينا بالجو، على مطر وبرد ورعيد ومن هالقصص، يعني مثل تحسوا قوانين سورية. الكل يروح على التعليقات يكتب لي كيف الجو عندكم بأوروبا، شمس شي ولا لا، بدي أعرف، لأنه عن جد تعقدت أنا بهالجو، أول سنة بتمر علينا هيك الجو كئيب وشاعري. رحنا على هالسوق قلنا لنتسوق شوية أغراض أنا وهالولاد، وجبت عدة ملوخية طبعا من عند العربية وشوية خضرة وفواكه، وهون تسوقت هيك اللازم. بتعرفوا انتو الاسواق كلها من عند العربية ومن المحلات السويدية، بس انا في شغلات محددة من المحلات السويدية، يعني بتكون تقولها نص بالنص، وشغلات محددة من عند العربية، بس نحنا ما بنستغني ابدا من محلات العرب ابدا. انتو مثلي والله يا كعبر، بعرف وحدي هون بتقولي اني انا ما بطيق اتسوق من عند العربية وما بحب تسوق من عند العربية، والله اول مرة بشوف هيك وحدي كتير بتتنظنظ على انا بحب محلات السويدية وبحب محلات الهاي وما بحب فوت على بياعين العرب، او بالعكس هو قلت له كل ما بجيب غرض بيعجبه بتقول لي من وين، بقول لها من عند العربي، كل ما بجيب غرض بتقول لي والله منيح وطيب وكذا، من وين؟ من عند العربي، والله العظيم يا اكابر، والله صارت يا اكابر اغراضها كلها من عند العرب، ايه والله اخر شيء صارت تقول لي والله جبت مثلك وعملت مثلك وساويت مثلك، قلت لها كان كنت منظنظه انت، ايه والله نازيك خانم هيك حكيها. هلا المنتجات السويدية اوكي ما فيها شيء بناخذ منها، بس دائما بحن الواحد لوطنه، وطنه العربي السوري، خلص متعودين. مثل جبتها من محلات العرب هاي اطيب انواع البطاطا، بتحسوها فريش 100%، انا ابدا ما بشتري الا منها، خاصة اكياس الشفافة، يعني بتحسوها طبيعية 100%، وبنفس الوقت ما بتغب زيت، شيء من الاخر. اي والله يا اكابر، هلا هيك مثل ما شايفين تسوقت كل شيء وجبت ملوخية والفواكه وشغلات هيك مثل التمر كذا، كنت ناوي اعمل معمول بيني وبينكم، قلبت عقلي. اي والله قلت يلا بسمن، بتعرفوا انتو اكلات الحلو بتسمن والله يا اكابر، الاسبوع اللي باكل فيه حلو بسمن كليا برياحة، اقسم بالله بنصحكم من الحلويات والسكريات قللوها قللوها، عينوا كل 10 ايام كل 20 يوم اعملوا اكلة حلو. اي والله يا اكابر كثير عم نحرم حالنا، والله بعدنا صبايا نحرم حالنا هيك اكلات الحلويات وكذا، في ناس بتقولي انه كيف ما بتسمني ما شاء الله اكلاتك طيبين وكذا، والله انا عايشة على النظام بتعرفوني، ما بقدر الا اعيش على النظام. هلا مثل وصفة الدايت اللي نزلتها انا كتير بستخدمها، كل ما بسمن كليين ثلاثة بستخدمها. اي والله يا اكابر هيدي حبوب الدايت. بالعادة انا بستخدم ملوخية بيوتنا، ما بعرف ليش كتير بحبها، كتير بحب منتجات بيوتنا، بتستوي مباشر، يعني مثل ورق العنب والملوخية المخلل هيك شغلات كتير بحبها. مقدوس ابدا ما بجيب بيوتنا، مقدوس جاهز ابدا ما بحبه الا فلت يكون يعني وما في توم. اي والله لقيت هون محل العربي فاتحة جديد وعنده ملوخية، قالت لي هاي خضرة وشغل بيت ومنظفي وجديدة ومن هالحكي، فرغبت اني اخذ منها وجربها، بس بصراحة للصدق والاماني لقيت بيوتنا اطيب ماركة. اي والله في ناس بتفكرني عم اعمل دعاية لشركة بيوتنا، مع اني انا هالشركة لا بعرفها ولا بتعرفني اقسم بالله يا اكابر، بس بحب منتجاتها لانها تحسيها من الاخر، منتجات بيوتنا من الاخر. جبت سميد قلت بركي بعمل معمول، قلت يلا بساوي للهريسي، جبت سميد خشن، بنات انا كتير بحب السميد الخشن استخدمه بالبيت، حتى المعمول بنقعه احيانا بسميد خشن بيطلع ولا في اطيب منه. ايه بتعرفوا انتو سميد الخشن عم يجي على اوروبا كتير ناعم، لهيك بنقول يلا خشن. احيانا بجيب سميد فرخة بحسه زيه زي الطحين، يعني ما بيفرق شي معي ما شاء الله، والله يا اكابر غز العين. جبت هلا هيك الاغراض، بقولوا لي ميناس الصبايا ليش ما بتجيبي اغراضك عن جمعه كامله؟ يا غز العين بنات هلا ما جبت هيك لسه بكره بينقصني، انا وراجعه من المدرسه برجع بسلق على كيسين طلعتي. بنات مثل ما قلت لكم برجع بقول البيت قد من جبته قد من جبته بتم ناقصك، بتم نسياني. ها هي الملوخيه اللي حكيت عنها، يلا جايتكم بالطريقه وحاولوا لنشوف. انا غسلت الدجاج منيح منيح يا اكابر، والله شيء من الاخر، انا بقشر جلده انا ما بحب جلده ابدا، وقليته بس ما ورجيتكم لاني نسيت صور وبلشت هون التصوير بعد ما قليته، انا بحمره شوي يا اكابر، هون كنت ناقع الرز بالبداية، قليت الدجاج يعني بحيث انه ما يستوي شيء انه يحمر بمعلقة سمنة،
ما كترت طشيطة، هو بده يطرش الدنيا والله طرش لي الغاز. ايه والله يا كابر، رجعت مسحت هالغاز وليفته وبعدين علقت على الطبخة. مهم راجعت لكم بالكلام، بعد ما حمرت الدجاج بالمقلة شوي بحس انه ما يستوي، بس تحمير ويغب شوي السمنة مشان تروح الزنخة. شوفوا ما طلع منه شوائب كتير، انتبهوا اذا قليتوه ما بيطلع شوائب برا مسلوق، انتبهوا كل شي دم منه وشوائب راحت بالقلي والزنخة بتطير على الاخر. هيك الدجاج ما بيكون فيه زنخة ابدا ابدا والله، حتى الدجاج المجمد المتلج هيك بساوي. ايه والله السمنة اللي زادت اللي قليت فيها الدجاج، قليت فيها بصلي زرف وكمان زتيتها فوقهم، هون علقت عليهم دغري، حطيت مي سخنه وطلع شويه شوائب قشيتهم. وهيك ببلش بالملوخيه انا، لبين ما ينسلق الدجاج هون بكون عم نقل الملوخيه. وقت اللي غلى الدجاج قويت على الاخر عليه، ما فيني نوس ابدا، اذا كان الغاز كون كتير عالي يعني لدرجه انه يكب لا هدو شوي، يعني النار قويه تحت الطنجره بس بحيث انه ما تكب عن الغاز. وكل ما قويت الغاز على طنجره الدجاج اخذته مرقه اطيب، اخذته المرقه يعني معقده دمعه وتطلع المرقه غير شكل. شو بتحطوا انتم منكهات؟ انا بتعرفوا شو بحط؟ بحط هيل ورق غار، ما كان عندي ورق غار حطيت هيل ما بيأثر. تعرفوا شو؟ لاني انا قليت الدجاج، انت من شي ما قليت الدجاج مستحيل يزنخ معك، جربه جربه طريقتي، اهم شيء انك تقلي. انا ما بحسن، ما بحسن الا ما اقلي مشان ما تزنخ. ولو مدة ساعة هيك بيكون متنهنه الدجاج وما بغطي ابدا. نصيحة لا تغطي للدجاج، نصيحة اي دجاج كان للمقلوبة للملوخية لاي اكل لاي اكل للشاكرية لا تغطي. على فكرة في ناس بتعمل شاكرية بالدجاج بس طيبة، انا جربتها طيبة كتير. مثل ما قلت لكم لا تغطوا الطنجرة على الدجاج مشان ما يزنخ ابدا ابدا، وبيستوى لا تخافوا، نص ساعة ساعة بالكتير بعد الغلي بيكون استوى متنهنة، عير الساعة ساعة وطفي عليه بدون ما تشوفي. ايه انا هيك بساوي. هون الملوخية نقيتها ما طلع زيادة من عودان لان الملوخية بتجنن. ايه مثل ما شايفين تميت عم نقيها لبين ما قلت يلا قرر لكم شوي واحكي لكم شوي، تعالي احكي لكم الزمانات وشو صار فيه لبين ما نقي هالملوخيات. والله بزمانه قلت يلا يا بنت تعالي اعملي اكلة ملوخية والدنيا رمضان ونحن صايمين. ايه ما بعرف اطبخ ملوخية، كنت بقارة هذا الحكي بريف الشام، جبت الملوخية خضرة بتجنن خضرة يعني هلأ ايامها، نقيتها غسلتها غسلتها منيح منيح يبستها. ما هون المشكلة، شوفوا شو خطر ببالي انتو، قلت يا بنت اغسليها ويبسيها وبعدين اقليها، يبستها يبستها نظامي هيك مقشق شي مثل وقت المنجيبة جاهزة، وقليتها دغري قعدت اقلعي. تاري يا جماعة والله ما بتزبط، كل شي وحدي بتقلك الملوخية لازم تنقلع هي ويابساني واطيب وجربي، لا لا تصدقوا بتحترق بتحترق مهما كان الغاز نايس، احترقت احترقت طعمة الملوخية مرة. ومع اني كنت مهداي الغاز عليا انا من الاخر ما كنت اعرف اطبخها ابدا. اي والله العالم وقت اللي بعثت لها هيك صحن ملوخية واللي ريحتها ما اطيبها ما اطيبها، بعثت لهم قالوا لي روحي اتعلمي الملوخية، الجيران اللي دوقتهم اياها قالوا لي يا ميناس شو هالملوخية ها، قلت لهم شو بقى المحروقة محروقة تعلمي الملوخية منيح، حطيتها براسي. اي والله ما اكلتها كبيتها. المهم انا اذا كان عندي سمنه بقليها بسمنه وزيت، يعني بحط لي معلقه سمنه البقره الحلو والبقيه كلياتها بزيت تمام، انه للنكهه بتصير مثل طعمه الاصيل لما بنخلط البقره الحلو مع الزيت بتطلع طعمه سمنه اصيل وما بتسمن وما بتتقل الملوخيه مشان ما تصير تقيله على المعده. هون حطيت بدايه زيت بدون توم بدون شيء، بلشت اقليها شوي شوي على درجه حراره بين الاربعه والثلاثه، طشي خفيفي ما بخليها ابدا انها تقوى الغاز ابدا. بنات تعرفوا ليش؟ مشان ما تحترق الملوخيه. ايه هون انا فارمي توم، انا بحب افرم توم ومعسبي قلبة توم، كتير كانت النكهه طيبه، جربوها. انا بضل عم بقليها لحتى الملوخيه تصير سودا، بس بحيث شو؟ بحيث اني ما احرقها، بقلي وجبي وجبي. انا امي هيك كانت تعملها بحيث انه ما تمرمر. هلا انا ليكي ما رشيت، رديت رجعت فوقها حطيت شوية زيت، رجعت كمان هون حطيت وجبة ملوخية بحيث انه كمان ما يحترقوا هدول الوجبة القليلة، اني روح اقليها على الاخر واحرقها لا بتلتدع. هيك بزت فوقها بس الدبلت صارت غامقة شوي وعلى النايس، انتبهوا الغاز لازم يكون على اوطى درجة حرارة. هون نزلت كمان بشوية ملوخية يعني وجبة خفيفة وقلبت. هلا هيك ما رح تحترق، اذا كل وجبة وجبتها بعتقد انه ها بدها تاخذ لدعة بتصير مرة، اما هيك
بيقلوا بعضهم. في ناس انا بستغرب منها انه بتحط الملوخيه كلها مع بعضها وبتقليها قلبتين ثلاثه وخلص، زادت عليها سمنه، زادت عليها جاج، سلقتها، ما بعرف شو بتعمل فيها بصراحه. الملوخيه ما طيبه الا على اصولها، اني تقلوها منيح. اذا ما انقلت ملوخيه مليح مليح مستحيل تريل معك، مستحيل، لازم تقليها بشارتك. انا هلا بجيب لك اياها خضره خضره، ها بقلي لك اياها على الغاز منيح بدون ما احرقها بدون ما ألدعها، بطلع لك اياها مثلها مثل اليابسه واطيب. مثل ما شايفين انا بعمل لكل 200 غرام ملوخيه رعسين ثوم. اذا كان فيها لحمه ناعمه احيانا بقلي لها لحمه ناعمه، بحط لها راس زياده، يعني بقلي لها شويه لحمه ناعمه بالاخر وبقليهم بين بعضهم، بكون سالقه دجاج كمان بحط دجاج عليها، بتطلع اكسلانس. جربوها بلحمه ناعمه ودجاج. في ناس تقول لي لا هيك لا هيك، انتو جربوا، كتير طيبه وكتير عالم عملتها وتشكرتني. فالملوخية أنا صرت ساوية، يعني تطلع ريحتها على هالجيران، صرت وين من رحت يقولوا لي ذوقينا ملوخية. والله العظيم يا جماعة يقولوا لي ملوخيتك بتشهي القلب، وبتعرفوا الملوخية كيف بتطش الدنيا. فكل ما حدا داقي يقول لي كيف طريقتها كيف تساويها، ناس تقول لي أنا ما بساويها مثلك. يعني مثل ما قلت لكم زمان، أول سنتين زواج كنت ما أعرف أطبخ أبدا، ما بعرف جرب هالأكل وكب، وهلأ سبحان الله أشطر مني بالطبخ، ما في، صايرة هلأ بساوي الملوخية مثل ملوخية أمي وأطيب. اي والله. هلا هون انا حطيت له بعد ما خلصت على الاخر، حطيت مرقه الدجاج بعد ما استوى الدجاج، بالتدريج بحط المرقه شوي شوي، انتبهوا ما منعبيها ابدا، انتبهوا ابدا. بعدين بنروح التقلاي تبعها، بتروح السمنه من التقلاي. وعملت 4 مكعبات، يعني هي مكعبين مكعبين، بيجي فيه 4 مكعبات، كل مكعب فيه 2، فرطن بقلبها. انا ما بحط ملح ابدا، وغليت شوي على هادي، ترى هي استوت بالقلي شبه استوت بالقلي. ليكو انا ملح الليمون ما بحط الا بقلبها، في ناس تحط رشه ملح الليمون ما منكترها مشان انه تفصل من بعضها، انا ما بحط ابدا. شوفوا شوفوا ما شاء الله بتشهي، وما انخبصت هيك بتطلع معكم، ما انا مريلي ابدا. هون مثل ما شايفين الدجاج هون فتفتو ونزلته فوقه، تمام، وبلشنا بهالتحريك والتقليب. روحي وتعب ولوخي هالملوخيه، يا ملوخيه ويا عيني ويا سلام يا بنات، ريحتها بتنشر القلب. جهزت هون بالتقلاعي كزبرة وتوم، وهلأ تذكرت لازم احط لها دبس الفليفلي، اطيب من دبس الفليفلي بالملوخية مستحيل تلاقوه، قد ما انا طيبة. احيانا كنت بلبنان انا ساوية دون لحمة ابدا، وابرش بقرص بندورة عليها، اذا عم تعملوها بلا لحمة ابرشوا قرص بندورة عليها. انا علموني اهل ريف حمص هيك، اهل القصير الله يجزيهم الخير، بس عن جد اكلي اكلي. اعملي اجتماع عليها انت وهالصبايا، وعدي عصرها الليمون وتحمض، واعملي جمعة نسوان عليها عدوا تحمضوا سوا، وكلوها بالطبيعة بالخضار. هلأ هون بعد ما جهزت، يمي يمي شمي ريحة هالتقلاي، عبيت ريحة الدرج، عبيت الحارة، عبيت الشارع، عبيت البيت، ما عاد اعرف منين يندق هالباب، ما بعرف من وين يندق باب الدار، ما بعرف. مي ناس انت عاملة ملوخية، سعد قلبك، بدنا صحن تكرم عينك، ليش لا، من يوم يوم. كل ما بساوي ملوخية بدقوا علي العالم، خلص بدهم ملوخية وصحتين وميت هنا. هون انا كنت طابخة الرز، الرز ما بده شي، طريقته كتير سهلة، ببقى بنزلكن اياها بفيديو تاني. وهلأ لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة لينزلكن كل جديد من طبخاتي واكلاتي وسياريني. محتواي صاير معظمه على الحطب بالجو بالطبيعة، بكرة بايام التلج بنزلكن كمان محتوى الطبيعة بالتلج. انا بطبخ هلا، بدي اصير نزلكم فيديوهات بالتلج كيف عم بطهي الطعام برا على المقدي. لا تنسوا مثل ما قلت لكم تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس على كلمه الكل، كبسوا كلمه الكل حتى ينزلكم كل جديد من محتواي. برجع بذكركم باللايك، وهلا اكتبوا لي بالتعليقات هيك انتم طريقتكم ولا لا، طريقتكم اكيد طيبه مثل طريقتي يمكن واطيب. بالله عليكم لا تنسوا اللايك، شوفكم بتشاهدوا الفيديو بدون لايك، ان شاء الله ربي يرزق كل صبي وكل حدا بحط لايك على الفيديوهات اللي بتشاهدوا لي اياها على اليوتيوب وعلى التيك توك. اسمي ملكة الطبخ ميناس على التيك توك، بتمنى تشاهدوا فيديوهاتي ولايفاتي على البث المباشر، انا كل طبخي على البث المباشر. يعني من الاخر تعالوا احضروا البث المباشر، بحياتي انا ما نزعت اكلي، وبتمنى تزوروا القناة فيديو فيديو وتتفرجوا عليها لانه المحتوى جديد. سلام.